يبقى ينفع نكمل في المشروع اللي انت عايزين نكمله؟ لا لا اسبوعين بس هنا في منصورة حاضر. اسبوعين بس اللي قال ايه بس رحيل في منصورة حاضر. اسبوعين بس لما قال ايه بشوية بالبس اللي انا حاطط فيه القلق اللي اسبوعين دول حقيقي. انا كنت اعرفكم ولا مش عارف؟ تكون في قلق ولا ايه؟ عشان خاطر يا جماعه حد اكتر حد ياخد كل من ده واحد. يعني لا مش هروح هنا بكره لازم الاقي يخلص. انا لسه وصلت دلوقتي من ريبورت بيقول لك معرفش ان عميد وكان معاه بعض الاساتذه كان بيطبوا على الحاجات اللي معاه. فحاجه حلوه بصراحه. رايحين النهارده واحد ما عرفوش يجيبوه. حد من الاساتذه يعني. فواضح ان هم بدأوا ياخدوا جوله حلوه. حاولوا بقى تفتحوه يعني كل روتين جديد عشان يعني ايه ريسايكلينج بقى. حاولوا يقولوا ايه؟ اه قولوا جيري بقى مش ده كده بقى. ما انا وظبطوكوا على كل شيء. هنتكلم مع بعض بقى الموضوع بقى ايه رش خاطر بقى مثلا بس 10 دقايق هتيجي ورق واعدهم لمين هي مثلا ان احنا فرضا بكره ان شاء الله يلا خلاص انا عاوزين الامتحان النهارده كان صعب بقى كام دقايق ما تخلوش تفكروا فيه بس يا جماعه عندكم اللوك بوك عليه يا جماعه اكيد عندنا اللوك بوك عليه جزء الدرجه يعني مثلا حط عليه فيها ثلاثه والبار مش عليه اه جزء الدرجه ده اكيد هو هم 10 درجات كنا بنعينهم دراسه لكن الاسباب اللي هنشوفها في بتاع الفرما هيعملوها امتحانات دراسه صح؟ 15 انت مع بعض بقى خلاص خلاص يا مان خلاص يا مان انت هنتكلم مع بعض عن موضوع اسمه immune deficiency ماشي؟ اول نقطه يا جماعه immune deficiency يجي سؤال تحليلي موضوع الاميون ديفيشنسي سؤال تحليلي. معنى يا جماعه كلمه اميون ديفيشنسي نقص المناعه. وبنيجي يا جماعه ندور في اسباب نقص المناعه بنقسمها لفرقين كبار. في حاجه اسمها كونجنتال اميون ديفيشنسي، كونجنتال اميون ديفيشنسي. وعندنا النص الثاني يا جماعه اسمه اكواير اميون ديفيشنسي. يعني ايه كونجنتال ويعني ايه اكواير؟ معنى كلمه كونجنتال اتولدنا وعندنا نقص في المناعه. ده معنى كونجنتال. اتولدنا وعندنا نقص فين؟ في المناعه. اما معنى كلمه اكواير يعني مكتسب. يعني اتولدنا سلام، اتولدنا المناعه كويسه. دخلنا كليه الطب بدات الاحزان وضعف المناعه واصبنا بنقص مناعه. يبقى عندنا حاجتين يا اما كونجنتال اتولدنا وعندنا نقص مناعه. اكواير اتولدنا سلام ومع مرور العمر جالنا نقص في المناعه. فهمنا الفرق بينهم؟ طيب. الكونجنتال اميون ديفيشنسي يا ترى اتولدنا عندنا نقص في اي مناعه؟ يقول لك عندنا نقص في حاجه من اثنين يا اما في السبيسيفيك اميونيتي يا اما نقص في حاجه اسمها النون سبيسيفيك اميونيتي. حد فاهم يعني ايه سبيسيفيك اميونيتي؟ ده وصف لمين؟ برافو اللي هي الادابتيف اميونيتي اللي هي الاكوار برافو. امال النون سبيسيفيك اللي هي مين؟ النيت. تاني يا جماعه بنقسم الاميون ديفيشنسي مجموعتين. ممكن يا جماعه اتولد وعندنا نقص في مناعه دي اسمها كونجنتال. او اتولد جاي منا سلام وبعد كده جينا نقص في مناعه دي اسمها ايه؟ اكواير. لو اتولدنا وعندنا نقص في مناعه حاجه من اثنين يا يعني عندنا نقص في حاجه اسمها ادابتف اميونيتي يا اما النيت. ادابتف اسمها سبيسيفيك. النيت نون سبيسيفيك. ناخد مع بعض اول مشكله في السبيسيفيك. الناس اتولدت وعندها ستيم سيل ديفكت. الناس يا جماعه بتولد وعندها مشكله في الستيم سيل. وبالتالي يا جماعه يكون عندك مشكله في الستيم سيل عمره هيتكون في جسمك لا بي ولا تي سيل. ده مرض اسمه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي. حد يقدر يقول لي ايه يسموه سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي؟ انا لما يكون عندي ديفكت في الستيم سيل مش هيقدرش عندي لا بي ولا تي. وبالتالي انا عندي نقص في حاجتين في السيلولر وفي الهيومر. بيسموا مرض سيفير كومباين اميون ديفيشنسي. هذا الطفل يا جماعه كل شويه بيجي له بكتيريا انفكشن ويموت في اول سنه من عمره. يعني لو جه طفل وعنده مشكله في الستيم سيل ما بتديش لا تي ولا بي يموت في اول سنه في العمر. والمرض يا جماعه اسمه سيفير كومباين اميون ديفيشنسي. عملوا عليها فيلم امريكي لو انتم عارفينه. اطول بني ادم اصاب بهذا المرض طفل امريكي 10 سنه ل 12.
عاش زي جوه سنه 12 عاش جوه بالونه زرقاء بالونه كان عاش جوه بالونه محوطاه وعمل عليه فيلم امريكاني مشهور جدا وهو مطعم سنه 12 ده اطول بني ادم عاش بالونه دي بناء عن انفكشن في الهواء رقم اثنين واحد عنده سايموس ابسنت ايه مشكله السايموس ابسنت يا جماعه ايه المشكله لو السايموس ابسنت مش هتتعلم يعني في عندها في سيف على مين فين؟ فعندنا في سيف ديفكت، في سيف بايظه. لما يكون عنده يا جماعه انسان سايبس ابسنت او فيها لوملي يبقى في سيف عنده ديفكت هنا في الشوارع. رقم ثلاثة يا جماعة الإنسان عنده بي سيف ديفكت يبقى عنده نقص في تكوين مين؟ الأنتي بودي. وهذا المرض اسمه بروتون ديزيز. بروتون ديزيز ده اسم العالم اللي خد باله ان في ناس بتتولد وعندها بي سيل ناقصه. ما عندهاش لا بي سيل ولا بلازما سيل. ويا جماعه في حالات اديبيكال ظهرت حديثا حطوها تبع السبيسيفيك هي عباره عن ايه؟ مش عارف دراستها خالص. تاني يا جماعه يبقى كونجنتال اميون ديفيشنسي اتولدنا وعندها نقص في المناعه. امال اكوايرد اتولدنا ثيابنا ناقص ومع العمر جاتنا نقص في المناعه. الكونجنتال اميون ديفيشنسي يا اما نقص في السبيسيفيك يا اما نقص في مين؟ في النون سبيسيفيك. قلنا يا جماعه لو انسان اتولد وعنده ستيم سيل ديفيكت ليه سموا المرض سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي؟ عشان عنده تو بي سيل ديفيكت. السايموس يا جماعه لو هي ابسنت ده تعمل مشكله في مين؟ في الدي سيل. البي سيل لو هي ديفيكت ده مرض سماه عالم اسمه بروتون ديزيز وفي حالات اديبيكال. اما يا جماعه نقص في النون سبيسيفيك اميونيتي يعني نقص في الانيل وده عباره عن نقص في فاجو سيتيك سيلز او نقص في الكومبل. لسه يا جماعه حد فاكر ايه وظايف الكومبل؟ السيكتين. وظايف الكومبل كنا طبقناها مع بعض تيم الكومبل كانت هي عباره عن ايه؟ تيم الفاكسيفون والام والبي بي سي اكتيفيشن. ليه يا جماعه نص تاني ونص تاني؟ خلاص يا جماعه خلاص. اميون ديفيشنسي يا جماعه يا كونجنتال يا اكواير فقط الامر كله. كونجنتال ولاد عندها نقص في المناعه ولا اكواير الولاد ده سلام وبعد كده جالنا نقص في المناعه من كتر الرخامه اللي بتحصل. يلا يا جماعه اكواير اميون ديفيشنسي بالاول الصفحه دي علاج وصف الاخر علاج ليكم في الاخر ماشي؟ الاكواير اميون ديفيشنسي يا اما يا جماعه برايمري يا اما سكندري. عارفين ايه الفرق بين كلمه برايمري وسكندري؟ برايمري ملهاش سبب. يقول لك برايمري هايبرتنشن برايمري دايبيتس ميليتس يعني حاجه احنا مش عارفين سببها. اما سكندري يعني ليها ايه؟ ليها سبب. البرايمري اميون ديفيشنسي يا جماعه في حاجه اسمها فيسيولوجيكال اميون ديفيشنسي. لو ان الطفل يا جماعه لغايه شهر سادس عمره ما يكون انتي بودي. الطفل رغم ان عنده بي سيل ودي سيل لكن جسمه عمره يكون انتي بودي قبل الشهر السادس من عمره. السؤال ليه الكلام ده بيحصل؟ احنا مش عارفين. مع انه عنده بي سيل. والكلام ده فيسيولوجيكال يعني اي طفل طبيعي عمره يكون انتي بودي الا في شهر كام؟ السادس. امال اول ست شهور ما هيموت فيهم بيجي له انتي بودي من فين؟ من مامته اثناء اللاكتيشن وخلاص بلاسنتا. ده فيسيولوجيكال. سببها ايه؟ احنا مش عارفين. وبعض الناس بيتولدوا عندها الاي او الام او الجي مش موجود. ليه مش عارفين برضه؟ عندها مشكلة. ومنها حالة الأطفال مرات في الأطفال أساسا يا جماعة كثيرة في الأطفال كان طفل عنده مشكلة في الجي أنتي بودي ودلوقتي في السن عنده سنتين. وعملوا كل التحاليل لغاية ما اكتشفوا في الآخر إن هو عنده نقص في الجي أنتي بودي اللي هو أقوى أنتي بودي. أما السكندري يا جماعة يعني في سبب ممكن يبقى عندنا نقص في السيلولار أو الهيومرال إميونيتي. يا سيلولار يا هيومرال. سيلولار يعني نقص في مين؟ في الدي والهيومرال نقص في مين؟ في الأنتي بودي. برافو عليك. اسباب نقص الدي سي يا جماعه 2 ام و2 اي و2 سي. 2 ام اول حاجه مالجنسي ومال نيوتريشن. مالجنسي ومال نيوتريشن. الناس اللي عندها سرطان ما عندهاش دي سي تقريبا. والناس اللي بتعمل ريجيم قاسي ربنا معاهم. ده بينقص الدي سي. يبقى مالجنسي ومال نيوتريشن. 2 اي اول اي عباره عن انفكشن والاي الثانيه اميون سبريشن. اشهر انفكشن في الدنيا يقتل الدي سي معروف. اشهر انفكشن يضرب المناعه الايدز يا جماعه عارفين يعني ايدز؟ سوري اكواير اميون ديفيشنسي جت من هنا اكواير
immune deficiency. Immune suppression ده مع 2M في الاول malignancy ومال depression. Then I infection immune suppression. 2C يا جماعه عباره عن كورتيكوستيرويد وسيتوتوكسيك دراجز. لو حد عنده ضغط وعنده روماتويد ارثرايتس وجع في المفاصل وبتاخد كورتيكوستيرويد او سيتوتوكسيك دراجز لازم بصفه دوريه يتعمل لها صوره دم عشان نشوف الكي سي وصل دراج فين. ده حاجه معروفه. نيجي لاسباب يا جماعه نقص الانتي بودي. الجي انتي بودي يا جماعه بتقل في مرض اسمه نيفروتوك سندروم. سمعت عنه؟ نيفروتوك سندروم يعني الكدني بورز او بيرميبيتي واسعه. يعني اي حاجه بتنزل في اليورين مش بروتين بس. ده ممكن نفاجئ ان الجي انتي بودي شخصيا عبر من الدم وراح للكدني ونزل في اليورين. تخيل لما الجي انتي بودي هو جسمك صنعه ونزل في اليورين. فده يقلل دمك. او في ناس بتعمل عضلات وقاعد ياخد استرويد. اللي بيعمل عضلات العاطف وقاعد بيكون العضلات الاسترويد ده بيكسر الجي انتي بودي. اما يا جماعه الاي والام انتي بودي ايه له مع ثلاث امراض بقى؟ اول حاجه مع مرض اسمه يوريميا. عارفين يوريميا؟ يوريميا بعض الناس يقول لها يعني ايه يوريميا؟ تقول لي زياده اليوريك اسيد. لا يوريميا زياده اليوريا. ومعنى زياده اليوريا فشل كلوي. يوريميا ده عباره عن فشل كلوي زياده اليوريا. او الناس يا جماعه بتاخد توكسيك دراجز. بنيت براكس خطه مفرطه. او الناس اللي عندها مالجنز. بيطلع جراس عادي. ماشي. مصطفى الاي والام انتي بودي بيقلوا مع ثلاث امراض، ايه هما؟ يوريميا وتوكسيك دراجز ومالجنسي. يوريميا توكسيك دراجز ومالجنسي. لو الام ضاعت، عارفين ايه ام؟ ام الاي والام. الام بتضيع مع كلمه ايه بقى؟ او لو الام بتضيع بتحس بايه؟ بيوت. برافو عليك، بيوت. يوريميا توكسيك دراجز ومالجنسي. عشان تفتكرها بس الام مع كلمه يوريميا توكسيك دراجز ومالجنس. تاني بقى اليمين ديفيشن. يا جماعه معنى كلمه اليمين ديفيشن في مصر ايه؟ في المناعة. على اي اساس الاول كونجنتال واكوير؟ على اي اساس التقسيم الاول؟ كونجنتال واحد اتولد وعنده نقص في المناعه، ده معنى كونجنتال. اما معنى اكوير اتولد سليم وعند سن 30 و40 وصاب بحاجه معينه خلت دماغه تضيع مع انه كان ملوش سليم ده اسمه اكواير. طيب برايمري وسكندري معنى كلمه برايمري احنا مش عارفين السبب. احنا مش عارفين السبب. واول حاجه في السيرجيكال احنا مش عارفين الطفل رغم ان هو بيتولد سليم وعنده تي سي تي سيل بي سيل ليه جسمه ما بيكونش انتي بودي قبل الشهر السادس؟ احنا مش عارفين ليه. ومش عارفين ليه ناس مع الوقت جسمها كان مصنع جي انتي بودي وفجاه ما عادش يصنعه. ده سكه السلام بيموت طبعا. ليه؟ احنا مش عارفين. لكن احنا عارفينه ان التي سيل والانتي بودي بيقلوا مع بعض الامراض. ده سكندري. يعني عارفين التي سيل بتقل مع 2 ام مالجنس ومال نيوتريشن و 2 اي انفكشن وايميون سبريشن و 2 سي سيتوكسيك دراجز وكورتيكوسترويد. دي كلها اسباب تقلل التي سيل. وعارفين اسباب تقلل الجي والام. الجي البروتوكس سندروم عدى في اليورين. الاسترويد كسره. الناس اللي بتستروي بيكسر الجين. الام تقل مع كلمه يوريميا توكسيك دراجز ومالجنسي. الواقع فين؟ مع مين؟ هو لسه حد ما جاش؟ طب هو ايه انت ولا؟ لا لسه هبدا يا جماعه. انا لو كنت هقول النهارده هقول. والميزه ان انا لغيت المجموع اللي بعديها. ما كانش جبتها خالص. يا عم بس ما شاء الله احمد حلو. احمد حلو عمل فيلمين السنه دي ومسلسل. بيلاقي وقت من فين؟ بس يا جماعه يعني ما شاء الله في حد بيعمل لا يعني جريت في مسلسل في الصيف لا انا مش عارف ايه ده بجد مش عارف ايه ده.
خلاص تمام مع بعض يا جماعه، خلاص تمام، محدش يقول لك خلاص.
هنتكلم مع بعض بقى على حاجه اسمها كاسرين خلاص.
يا اما يا جماعه جابوا الفيروس حطوا عليه فورمالين، بيجيبوا الفيروس يحطوا عليه فورمالين فيموت، او يجيبوا الفيروس وسخنوه على النار يعملوا له هيت فيموت، او يعرضوه للراديشن اشعاع فيموت. يبقى عندنا ثلاث طرق لقتل الفيروس او البكتيريا: فورمالين اسخنه الراديشن فيموت. الفاكسين بقى بتاع البوليو، لما جبنا البوليو فيروس وقتلناه كان فاكسين اتعمل سنة 78 اسمه سالك فاكسين. دولة فلسطين استخدمت هذا الفاكسين، هو عبارة عن حقن. حملة واحدة سنة 78 قطعت فيها الأطفال، طلعت كل أطفالها في الشارع وكله بسرنجات وخلص المرض. أمريكا أربع حملات وقضيت على المرض. مصر بعد 24 حملة أعلننا الفاكسين فاشل. السالك فاكسين ما كانش سالك معانا. نقول أول حاجة مميزاته بره وعيوبه في بلدنا اللي خلاه يفشل في مصر. مميزاته إن هو سيف. وقال لي سيف؟ يعني إيه سيف؟ يعني لو حد فيكم عنده نقص مناعة ياخده وهو مطمن. قال لي إزاي يعني؟ يا جماعة فيروس ميت، ميت هيعمل لك إيه وهو ميت؟ أنت لو عندك نقص مناعة خده وأنت مطمن. أنت عارف لو فيروس عايش؟ أقول لك إيه لا، بس لو فيروس ميت يبقى سيف. والميزه ان هو افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ بتسمع الفاكسين يقول لك لما الناس تاخده 100% بروتكشن، هو ده. يعني الناس خدته 100% حمايه. 100% حمايه ان هذا الفاكسين. هل هو فشل في مصر؟ ايوه فشل. وهي فشل ليه؟ فشل لان خطير جدا ان هذا الفاكسين محتاجين منه لارج نمبر اوف فيروس. وهل مش فاهم؟ يعني ايه لارج نمبر اوف فيروس؟ يعني الطفل المصري لازم ياخد ثلاث سرنجات، كل سرنجه 5 سنتي او 3 سنتي حتى، كل سرنجه 3 سنتي، ثلاث سرنجات من كل سرنجه وسرنجه شهرين. فلو ايه المشكله؟ حاجتين. في مصر الامهات كانوا بيخافوا على اولادهم، وكان طلع سرعه ان الفاكسين جاي من اسرائيل، فكان بيخافوهم اساسا. وموظفين الصحه مين دول اللي هيروحوا يطعموا طفل ثلاث سرنجات؟ هو موظف صحه لا ياكل عشان يعدي على بيوته، ده هو يا دوب بيعدي بيعدي على البيت يلاقي البيت على الاستيكر ده لو علقه يمشي. طفل مين يطعمه؟ يا جماعه مش حد يدخل يطعم جوه، قال لي دول طفلات حقن، يبقى قابلني. فشل التطعيم في مصر لموظفين ما عندهاش ضمير وام ما عندهاش ضمير. الاثنين مع بعض. فشل في مصر. واخترعوا لمصر سنه 98 كان يا جماعه مثلا العالم كله خالي من شلل الاطفال. بعد مصر وظيفة افريقيا سنه 98 اخترعوا لهم فاكسين اخر للبوليو. هو ليه في ايه بقى؟ ليه بقى؟ يعني ايه اكتيفيتي؟ يعني ايه اكتيفيتي؟ عايش بس ايه؟ فايل. عملوه زي بقى الفاكسين اللي هو عايش بس فايل. بصوا بقى عملوه زي بقى الفاكسين ده؟ جابوا الفيروس وعملوا كلشر في انسيتابل كونديشن. يعني زرعوا الفيروس في ظروف غير مناسبه فبقى ضعيف. واحد يعني مش فاهم حاجه. ده الكتاب لما اختصر بقى نيل. زرعوا الفيروس في ظروف غير مناسبه. فهمت انا حاجه؟ اللي عايز يفهمها خدناها قبل كده. فاكر لما قلت لك بيجيبوا الفيروس والجين تحت المسؤول عن الباراليسيس يشيلوه؟ فاكر لما قلت لك بيجيبوا فيروس شلل الاطفال اللي عنده جين يعمل باراليسيس يجوا على الجين تحت يشيلوه يعملوا ميديتيشن ويشيلوه؟ ديليشن ميديتيشن خدناه. اذا الفيروس قدام عينيكم عايش، بس عايش للاسف ضعيف، ما عندوش القدره يعمل ايه؟ شلل، لانه شال الجين بتاع الباراليسيس. جمع الفيروس بتاع شلل الاطفال وشلل الجين بتاع البراليسيس. عارفين ايه مثل الفاكسين ده؟ ميزه رهيبه. اولا اسمه سابين فاكسين. سابين. امال اولا كان اسمه ايه؟ سالك. ما كانش سالك في بلدنا. بالمناسبه يا جماعه بعض الناس انطقوا سالك وبعض الناس انطقوا سلك فاكسين. سلك او سالك زي الاسبايرو كيس. في ناس بتطلع اسبايرو كيس وناس بتطلع اسبايرو شيز. فاللي عايز ينطق كده ماشي وكده ماشي. لغايه ما نشوف حد هيجنبي ينطقها ازاي. ده اسمه ستابيل فاكسين. وكان هو ستابيل في مصر للقضاء على المرض. ازاي بقى؟ اقول لك بس الناس اقول لك بس عيوبه الاول قبل ما اقول لك مميزاته. اقول لك ترى عيوبه. عيوبه ان هو نوت سيف. نوت سيف يعني ايه؟ نوت سيف يعني لو خدته وتعدى الوقت ده هتحط جافيه. فيروس عايش يعني يقدر يقتلك اساسا حتى لو مش هيعمل لك شلل مع نقص ما يقدر يقتلك. نوت سيف. اه بالنسبه لي نوت افكتيف. يعني ايه نوت افكتيف؟ يعني 50% ما يخلوش حصلهم حمايه، 50% لا. وعليه نجح في مصر، نجح بفظاعه يا ابني. ده نجح ونجح ما شاء الله عليه. لاربعه ادفانتج، قدرة عظمى.
أربعة أدفانتج. أول حاجة إحنا مش محتاجين لارج نمبر أوف فيروس، ده كفاية سمول نمبر أوف فيروس. علامة استفهام، إيه الهبل ده؟ الفيروس ده بيتاخد أورال فيطلع الأي جي إيه. إيه الهبل ده؟ الأورال إيه؟ الفاكسين ده بينشط المناعة كلها سواء سيلر أو هيومرال. اللي أحلى من كده إن الفاكسين ده محافظ على النيتف كونفورميشن. يعني إيه كونفورميشن؟ محافظ على شكله لانه يا جماعه مفيش حد ضرب شكله كاري، احنا ضربنا جواه ايه؟ الجين بس. نيتف يعني شكله الاساسي. طبعا انا مش فاكر مش فاهم المميزات دي. يا جماعه الفاكسين اللي اتعمل في مصر العربيه وبتاع زي كده وللاسف مش بتتعمل. يا جماعه في بلدنا المجاري والميه النظيفه ماشيين في نفس الحفره. المجاري والميه النظيفه ماشيين في نفس الحفره. ومجرد خط على الشارع يعني حفره صغيره خط على الشارع تكسر الوسطين في بعض. الدراسه كبير جدا نفتح نفيد الماء نظيف نلاقي مجاية هكذا فصل كتير. الفاكسين ده يمرع عبارة عن نقطتين شهر الأطفال. أنا مش محتاج يمرع كمية كبيرة من الفيروس ده كفاية نقطتين لمصر كلها. طب ازاي؟ نقطتين لمصر كلها زي لمصر 100 مليون نقطتين يحطوا نقطتين لواحد في مصر بس أطلب من الواحد يديهم لي بس طفل واحد إن شاء الله يكون الطفل بيعملوا له دعاية بتاع التلفزيون طفل واحد ياخد نقطتين فالفيروس الله هو بريد في الأورا يتكاثر في الانتستين اللي هو عايش ايوه ينشط مناعته ينزل منه على المجال لما يكون كويس يعني هو قعدته على الحمام ماما نظيفه ايوه قعدته على الحمام نزل منه على المجال قاعده البنات ما بين المجال والميه النظيفه في الاستنوسس يعبر الشعر كله على طريق ميه الشرب في قفص من كده احنا مش محتاجين اكتر من نقطتين من هذا التفسير نجح الفاكسين في بلدنا ولا ميه الشرب فيها فاكسين ايوه ميه الشرب فيها معدنيه ربنا يهربهم حرم نفسه بالفاكسين واللي مش هفهم عليه ايه يشرب نص لتر حاجه فيها وهو مستحمى ومصيبه ان شاء الله. نعم خلاص يا جماعه خلاص فهمناها بس يا جماعه في امثله اخرى للكدني فاكسين لازم نعرفها في اخر صفحه وامثله اخرى للليف اكيد لازم نعرفها. نرجع لنفس الصفحه يا جماعه 49 ايه بقى الامثله الاخرى بتاعت الكدني فاكسين؟ انا عايز يا جماعه كل فاكسين تعرف معمول لورا فين؟ حته العرض للفاكسين فورمالين كيد هيت كيد مش قضيه المهم نعرف هو المرض ايه وبس. في فاكسين اسمه ستاب فاكسين زي اللي باين من اسمه ستاب فاكسين بتاع ستاب. في فاكسين اسمه كوكس فاكسين بتاع بكتيريا اسمها ريكيتسيا انا فاكر عليكم منها ريكيتسيا ريكيتس تساع لا ريكيتس تساع ريكيتسيا ده اسم بكتيريا بتاع مرض اسمه تيفوس هناخده بعدين بطلوا ده يا جماعه. في فاكسين اسمه سالك فاكسين ده بتاع ايه يا جماعه؟ سالك فاكسين. في فاكسين اسمه كول فاكسين كول ده بتاع الكوليرا. في فاكسين اسمه هابكنز فاكسين هابكنز ده بتاع البليك بليك يعني الطاعون بليك معناها الطاعون بليك الطاعون واخدين كلكم سمعنا حاجه اسمها الطاعون. في يا جماعه فاكسين اسمه تاب فاكسين تاب ده بتاع التيفويد طبعا عارفين ايه التيفويد. طب احنا عايزين نفقد يا جماعه كده فاكسين عشان ما ندخلهمش حاجه ثانيه. لما حد يسالني ياسمين انا ايه اقول له انا اصطفى مش انا اصطفى صح ولا صح؟ لا انا اصطفى مش اصطفى خالص انا اصطفى وعشان اصطفى لازم اقول لكم على الحقيقه. كان عندي كوسه خارجه في الكليه ولما حد يسالني ايه احلال اصطفى اقول له اصطفى كلهم كول وهايل اي اصطفى في الدنيا كول وهايل وصدقني لو اي صف تاب هيموتوه. يعني ايه يا معلم؟ الصف بتاع كوسه سالكه الصف بتاع كوسه سالكه كول وهايل تاب تموتوه. الصف استاب كوسه كوس سالك سالك كول كول هايل فاكسين تاب تاب موتوه احنا بجومه مين يا عاطف؟ موتوه كلمه فاكسين موتوه احنا بجومه الكلمه. يبقى الصف بتاع كوسه سالكه كول وهايل تاب تموتوه. انا بقول لك كده فاكسين يا جماعه. يبقى الطب بتاع كوز الشركه كول وهي تاب موضوع. الموضوع يا جماعه احنا بنقول لك كده بس. مش قصدي تاب وخلاص. لا موضوع يا جماعه بقول لك كده فاهمينها يا سيدي. طب نيجي على اللي بقى تاني فاكسين. السبيل ده بتاع البوليو، في فاكسين يا جماعه اسمه بي سي جي بتاع ايه؟ يا جماعه بتاع تي بي يا جماعه، جنب غير اسمها حد دلوقتي انسان بيوجع جامد.
بقيت الشرح ده التفصيل. البي سي جي ده بتاع تي بي. في فاكسين تاني مع اسمه ميزل مامس روبيلا، اكتب جنبيه اختصاره اسمه ام ام ار، ام ام ار معروف قوي، يعني ممكن تقول في امتحان ام ام ار عادي. ميزل بالعربي الحصبه، ميزل الحصبه. طب مامس، مامس التهاب الغده النكفيه بارود الجلاد، مامس التهاب الغده النكفيه بارود الجلاد. روبيلا الحصبه الالماني، روبيلا الحصبه الالماني. صعب يا مرحبا. ما روبيلا الحصبة الألماني؟ عايز تاني؟ ايه اللي صفحة يا معي بيه 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 يا جماعة تاني ما هنقول بتاع كده بس ايه الصف بتاع كده ايه؟ سهل كابول وهاي كتاب الطلاوي الصف الثاني كوسا كوكس ثالث وزور الفول وهاي هابتنز وثاب ثاب. نيجي بقى يا جماعة بقية أنواع الفاكسين، كل واحد هيجي له مباراة هابتنز فايروس. في يا جماعة فاكسين اسمه تكسوية فاكسين، في فاكسين خالص هنا في الأول كل حاجة هنقولها هنقراها. يعني ايه تكسوية فاكسين؟ فاكسين فايروس خالص شكل مذكرة واحدة للأسف مذكرة زي كتاب ليه مذكرة؟ أنا كان نفسي أدور كتاب بس للأسف أنا مطلوب بيه كتاب. وحرام أدور عليك حاجة، لو أنت عايز تكتبها اكتبها لنفسك. يعني إيه بقى تكسوية فاكسين؟ دلوقتي يا جماعة في بكتيريا اسمها ديفتيريا اللي هي بتخبو الأطفال وتبوظ قلبهم حتى. تعمل كاردك دمج في جسمهم. الديفتيريا يا جماعة ده ميكروب بيعيش على لسان الطفل. وفي ميكروب تاني اسمه تيتانوس. تيتانوس ده بيجي على السكن. السؤال ازاي الديفتيريا وهي عايشة على اللسان والتيتانوس وهي عايشة على السكن بيأذوا البني آدم؟ قال لك بيدخلوا بيصنعوا توكسين يدخل الدم. يعني هذه البكتيريا مش هي اللي بتهاجم. قاعده بره على السكن وتطلع توكسين والتوكسين هو اللي بيهاجم جوه دمنا. وبالتالي يا جماعه انا عايز اعمل تطعيم. اعمل تطعيم ضد مين؟ ضد الميكروب اللي على السكن. يبقى انا غبي. يعني انا عملت تطعيم ضد الميكروب اللي على السكن، الانتي بودي هيتخلق هيروح له ازاي؟ هيطلع ينط فوق السكن يجيبه. اذا محتاجين نعمل تطعيم لمين؟ للتوكسين اللي بيفرزه الميكروب اللي بيعيش جوه الدم. طيب بنجيب يا جماعه التوكسين بتاع البكتيريا سواء بكتيريا اسمها ديفتيريا او تيتانوس. نجيب التوكسين ده نحط عليه ايه؟ فورمالين. يبقى اسمه ايه؟ توكسويد. يبقى التوكسويد ده عباره عن توكسين عليه فورمالين. بس التوكسويد الفاكسين ده عباره عن توكسين عليه فورمالين. احطه جوه جسمك، جسمك بيصنع ضده انتي بودي يحميك سواء التوكسين عليه فورمالين او توكسين سليم. وصل؟ بالتالي الفورمالين يا جماعه بيبوظ البروسيس بتاع اي حد. لكن بيحافظ على تاني مع التوكسين فاكسين عباره عن توكسين بايظ. خدنا التوكسين بتاع الدفتيريا او تيتانوس وبوظناه بطريقه معينه. بحيث الجسم طلع ضد انتي بودي يحميه سواء توكسين بايظ او لو في يوم من الايام افرز التوكسين الحي يلاقي الجسم لها انتي بودي ضده. ده في الدفتيريا ومين؟ والتيتانوس. في يا جماعه بكتيريا اخرى عقلها دلوقتي بيعملوا لها فاكسين اسمه صف دول الفاكسين. ركزوا معايا يا جماعه. في بكتيريا بتاع السعال الديكي. ركزوا معايا ان شاء الله. بكتيريا بتاع السعال الديكي. هذه البكتيريا عندها كبسوله، يعني بصوا عندها ايه؟ كبسوله اهو. بيروح على هذه البكتيريا ويقول لها بخ بخ وياخدوا الكبسوله. بيقلعوها الكبسوله. بيعملوا استخلاص، بيوريفيكيشن استخلاص للكبسوله. لما دخل جواكم كبسول فاضي، الجسم بيطلع نفسه ايه؟ رحنا على هذه البكتيريا بخ وخدنا كبسول، حيث الكبسول ده عباره عن جزء من مين؟ البكتيريا. يعني صاب يونت منها، جزء منها. لما يبقى جواك كبسول فاضي جسمك طلع ضده ايه؟ انتي بودي يحميك سواء الكبسول فاضي او في يوم من الايام لو دخل لك الكبسول الحقيقي اللي جواه بكتيريا. هذه انتي بودي ضد الكبسول سواء فاضي او مليان. عايز تاني؟ تاني. انا يا جماعه خدنا كبسول فاضي حلناه للناس اسمه صاب يونت فاكسين لان هو بارت من الاورجانيزم. الجسم طلع ضده انتي بودي يحمينا سواء الكبسول فاضي او مليان. طب ركزوا بقى معايا في الفن دلوقتي. في تصميم اسمه الدي بي تي. اسمه الدي بي تي بسبب امتحان. الدي يعني ديفتيريا، الدي عباره عن ايه؟ ديفتيريا. الدي برتستس. برتستس اللي هي بالعربي السعال الديكي. السعال الديكي. برتستس السعال الديكي. تيتانوس ده بكتيريا موجوده في التراب والناس اللي بتتجرح رجلهم بيحصل ايه؟ هنعرف بعدين.
البرتاسس فايد دي يا جماعه بيعملوا ميكروب اسمه بورتيتيلا بالفعل طبعا اسف ده اسم الميكروب المسبب لسعاد دي. لو سالناكم في امتحان الدي بي تي اقتصاد ايه تقول الدي الفتريا والبي برتاسس والتي فيدرس واسمه تطعيم الثلاثي. الدفتريا والفيدرس عباره عن ايه؟ يعني الفيدرس فيها خط حمار. طب ليه الدفتريا والفيدرس عباره عن توكسر عليه كوفاني توكسوري امال تغير برتاسس عباره عن ايه؟ بارت اوف من الجوب اللي هو كبسول برافو عليك. دكتور مش حضرتك قلت لنا ان في بعض الانتيجين بيبقى لهم كبسول فالمناعه بتتفاجئ صدفه دي اللي بتجي عليها في 4 سنين. جماعه انا مع بعض صدر الفاكتين وانا كبسول فاكتين وطبعا مش حاجه مكتوبه خالص انت بتاع بس انا يا جماعه هسال لكم بس سؤال سهل هو يا جماعه صابين فاكتين راح لها انت في الكبسول صح؟ هذه انت بودي بس ما هي كبسول هو فاضي قوي لما دي كبسول فاضي ده سيف ولا لو سيف؟ سيف سيف يا جماعه لما دي كبسول فاضي ده سيف سيف انه فاضي وهذه الانتيبودي عمرها ما تاذي جسمك لانها بتسميها كبسول مش حاجه جسمك يبقى سيف ومش هتحصل سايد افكت في جسمك. نرى يا جماعه الكبسول الفاضي ولا سيف؟ الكتاب يا جماعه ما شاء الله طريقه الغموض يقول لك صابيو الفاكسين عملنا بروفيكيشن اوف بارت اوف اورجانيزم استخلصنا بارت من الاورجانيزم وانت بقى لازم تتخيل وقصده مين بقى البارت ده؟ الكبسول. وقال لك عملنا تطعيم بيه اسمه تطعيم برتاسس اللي هو جزء من حاجه اسمها دي بي تي. التلاته في سرنجه واحده. التلاته تطعيمات في سرنجه واحده. يعني في سرنجه واحده. التلاته في سرنجه واحده يا جماعه لان المواد في مصر اساسا بيكسلوا. كله في سرنجه واحده لان طول بيبقى كله سرنجه واحده ان شاء الله 10 كنا عملناها. بس صعب. اي مع السلامه. عايز تاني يا جماعه؟ صعبه يا جماعه ولا سهله؟ بقى جاي في اللي هو اسمه بتايب فاكسين. يعني ايه بقى بتايب فاكسين؟ قال لك عيب قوي وانت راجل كبير زي الشخص تروح على كده تقول لها بخ وتاخد منها كبسول. بنت ايه؟ عايشين فين؟ مش الكبسول ده يا جماعه ليه استراكشر؟ طب ما نصنع الكبسول ان فيترو. يعني الكبسول احنا خلاص عارفين الاستراكشر بتاعه نصنعه في مصانع ان فيترو. يعني في مصانع حاليا فعلا بتصنع مليارات من الكبسول بتاع الميكروب وتديك تطعيم بيسموها بتطعيم فاكسين. طبعا ايه الفرق بين ديت ودي؟ هنا يا جماعه رحنا على البكتيريا وقلنا لها بيت وخدنا الكبسول خدناه وفضيناه من الجوال. لكن هنا احنا صنعنا الكبسول ان فيترو بس يعني ده بتصنع داخليه ربنا وفضلنا اللي جوه. وصل؟ ده اسمه بتطعيم فاكسين. طب نيجي النقطة اللي وراها يا جماعة. في حاجة اسمها دي ان فاكسين، حاجة اسمها دي ان ايه فاكسين. معايا؟ تركيز معايا صح. يعني ايه بقى دي ان فاكسين؟ الوقت يا جماعة في حاجة انتوا مش عارفينها في حاجة ولا هاتوا. انتوا متخيلين يا جماعة آخر مرة خدتوه وقلتوا عليكم سنة أو سنتين، وده غلط. ليه بقى؟ لأن المفروض تتخيل تاخد مرة كل 10 سنين. أغلبية الطرامات المفروض تتاخد مرة كل 10 سنين عشان جسمك مناعته بتبقى شغالة مثلا ضد الفاكسين 10 سنين بس بعد كده لا خدت وقت. وعشان كده يا جماعة لو أنتم فاكرين أول ما دخلتوا كلية الطب في سنة أولى كنتوا طعمتوا المريض. لا الحظ هي كان أخدت برة الشعب كله بس أنتوا طعمتوا ضد السل يوم ما كشفتوا أنت لسه مصطفى على الاقل لو طعم ضد السول تاني من جديد وهو داخل الكليه السنه الاولى رحت حته شافها ايوه وفي كنت لكم طعم الموظفين مش طعمهم كل واحد لكن طعمهم على الاقل سكر ايوه دكتور عملنا كشف في ناس طعم ايوه مش سكر لدرجات الخمر مش في الجامعه مش على الاقل الموظفين حتى لو بصوا ليها طعمهم سكر وسكر لا لو سكر طعمه نص تاني لا رحنا بس ما طعموناش احنا رحنا ليه؟ طب اديني فاكسين يا جماعه بيحل المشكله دي بقى. ازاي
عندنا تلاقي المشكله ديت ان زي ما قلت الراجل صعب واللي وهو صغير 3 مرات وهو كبير 10 مرات ده هبل. ازاي الجرعه واحده من الفاكسين ولا تكسر؟ ده فكره حاجه اسمها دي ان اي فاكسين. ايه ده يا بقى؟ قال لك مش الكبسول ده يا جماعه بتاع بكتيريا ليه جين؟ في جين مسموع بتاع الكبسول تاني. في يا جماعه هو البكتيريا جين بيصنع الكبسول بتاعها. طب ناخد الجين ده بره. اجيب الجين بتاع الكبسول ده احطه بره. اهو ده الجين بتاع الكبسول. ده عباره عن الجين بتاع الكبسول. هاخد الجين بتاع الكبسول ده واكتره، هعمل له كلونينج اكتره. بدور اخدتها في جينكس. زي بي سي ار، زي بلازميد. المهم ده الجين بتاع الكبسول هكتره. وبعد ما كترنا جين الكبسول هنعبيه في بندقيه. وقال لي بندقيه ايه؟ يا جماعه من اكتر من 20 سنه تم اختراع حاجه اسمها بندقيات جينات. في بندقيات للجينات فعلا. ديت تتكع على الجينات او تتكع عليها الجينات تطلع واحد ورا جين. تتكع على البندقيه يطلع جين ورا جين في الحته اللي انت عايزها. تفك فيها الجينات. لا الراجل والله. وقال لي يعني البندقيه مع بينها جينات؟ اه مع بينها جينات. بس الجين اللي احنا حاطينه هو عباره عن جين الكبسول اللي احنا عملنا له ايه؟ كلونين. يعني مثلا ده انسان اسمه خلف. بقول له يا خلف ارفع ايدك يا خلف عشان هنضخ جوه ايدك. اطق يا جماعه ايده واطق المصل السيلف خلف بجين الكبسول. فهنا يا جماعه البندقيه دي بتطق الجين جوه المصل السيلف. يعني يا جماعه الجين هنا هيتضخ يا جماعه جوه المصل السيلف، هيدخل جوه المصل السيلف. السؤال يا جماعه لما يكون الجين جوه المصل السيلف يا جماعه، لما يكون الجين جوه المصل السيلف يبقى المصل السيلف هتبدا تصنع ايه؟ باستمرار هتصنع ايه؟ باستمرار هتصنع كبسول. وخلي طلع ضدها ايه؟ انتي بودي باستمرار. اذا هي طبقه واحده احسن من خلي طلع كل عمر كل شويه ياخد 10 سنين حد يفكره بتطيب. هي طبقه واحده. الجين بتاع الكبسول في جواها المصل السيلف بتاعته. والمصل السيلف هي صنع الكبسول على طول باستمرار. وما نعرفش نشوف الكبسول طلع ضده انتي بودي يبقى عمليه مستمره. وده حاجه سيف وافكت ممتازه جدا. والناس دي موجوده معانا بقى اكتر من 20 سنه وناس اهمال رهيبه جدا منها ان مثلا لو حد عنده سكر ممكن نطق جين سليم في البنكرياس. بس المشكله ان احنا نطق البنكرياس سليم ونشيل جين بايظ بعد كده. هو اللي بيلعب في اسد؟ ده جين بكتيريا يا جماعه. يا جماعه سؤال اتراحت بتقول يا جماعه دلوقتي احنا حقنا المصل سيف بجين كبسول ده ما يقتلش الانسان. لا جين كبسول بس. عارف لو كنا حققنا بجين بكتيريا مصيبه. ده جين كبسول ما طلعش الا كبسول فاضي. نرى دي ان فاكسين يا جماعه اللي هو رقم 8. في معنى نوع تاني اسمه سهل يا جماعه دي فاكسين. يبقى الجين فعلا بتكفره احط في ويلوي الجينات احط في وظائف السد فيطلع كبسول فيجيش طلع ضده انتي بودي. بتعمل كانك انت بتقول ارسل هرمون اللي يطلع كبسول طلع ضده باستمرار. حذف حذف عشان يخسروا المنهج الفلاني. حاجه كويسه يا جماعه هو ملتزم بالكتاب. يعني انا حاسس اي حاجه من الاختصارات بتاعت الكتاب. لا 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 بقى في حاجة اسمها ريكومبرنت فاكسين. يا جماعة الجين بتاع الكبسول ده يا جماعة هنسميه مع بعض زار جين. جين الكبسول هنسميه ده جين ده زار ده جين اللي احنا عايزينه. ركزوا معايا. ده عبارة عن الجين بتاع الكبسول شايفينه؟ ايه رأيكم يا جماعة اجيب جين الكبسول واحطه في بلازمين؟ خدناها اه. يبقى ليه حركة اسمها ري كومباينيشن. لما اخد يا جماعه الجين بتاع الكبسول وده جين اللي انا عايزه واحطه في بلازمين ده حاجه اسمها ري كومباينيشن. وادخل يا جماعه البلازمين هنا ومعاه الجين ادخله جوه اي خليه. فالبلازمين هيتكاثر. هيتكاثر ومعاه جين ايه؟ جين الكبسول. او هيتكاثر ومعاه جين الكبسول. يبقى الخليه دي يا جماعه لو مثلا خليه دي فطر خميره وحطينا جواها بلازميد وشال جين كبسول تبدا هذه الخليه تطلع يا جماعه كبسول فاضي. هذا الكبسول الفاضي باخده في سنجات ووديه للناس. وبالمناسبه بقى الفكره ديت مستخدمه في حاجه اسمها هيبتيتس بي فيروس فاكسين. ياخدوا الجين بتاع الكوب بتاع الفيروس ويحطوه في البلازمين. طبعا فيروس بي يا جماعه عندنا في الوحده او في القبضه الاطباء لازم ياخدوه.
قبل ما تطلعوا سنة 4 أو 5 وإيديكم تيجي في دم العيانين المصابين بفيروس بي أو سي. ماشي؟ ثلاث جرعات عندها في الجسم 20 جنيه جرعة أو خذوها من نقابة هاش الشعر. بس لازم تاخدوا يا جماعة تطعيم فيروس بي. خلاص اللي عندي. نيجي يا جماعة لحاجة اسمها كونجوجيت فاكسين. قلت معايا يا جماعة الصفحة على طول هي رسمة سهلة أوي. بس أنا محتاج أحس الكلمة. كونجوجيت فاكسين يا جماعة مع بعض. احنا يا جماعه قلنا زمان لو بروتين مين هياكله؟ لو بروتين يا جماعه هتاكله مين؟ الماكروفاج هينشط مين؟ هينشط التي سيل ولا نشط مين؟ البي سيل. امال يا جماعه لو الانجين بوليسي كرايم هينشط زي ما لعب على طول في مين؟ على طول يخبط بالانجين على البي سيل. في معلومه قلناها في اول دقيقه في الحصه لما قلت انتوا مصورين. ايه بقى المعلومه دي؟ المعلومة بتقول لك ان في حاجة طبيعية بتحصل للأطفال في أول 6 شهور. ان الطفل يا جماعة في أول 6 شهور من عمره أيوه عنده بي سيل والبي سيل ما يعرفش طبعا انتبوتي. في أول 6 شهور. وكلنا عارفين يا جماعة ان التطعيمات بتتم في أول 6 شهور. يا فرحتي لما أديله بكتيريا ميتة بوليس الكرايب أديله بكتيريا بوليس الكرايب نوصل للبي سيل وأساسا مش هيشتغل. ليه مش هيشتغل؟ لأن يا جماعة ما يعرفش طبعا انتبوتي في 6 شهور. يعني ان شاء الله بنديله فاكسين ليه؟ وبعدين في نقطه كمان، انا مش عايز اوصل للبي سي، انا عايز اوصل للاثنين، الكيو مين؟ والبي، انا عايز اوصل للبي دي، دي اهم واحده. انا اوصلها ازاي؟ انا اوصلها ازاي لكن البكتيريا اللي عندي بوليس كراي. يعني في بكتيريا فاكرين من كلنا، عارفين قلنا؟ الموكراس نايسيريا، حفظناها وزهقنا منها وقلنا ديت. قلنا الكبسول بتاعهم بوليس كراي، طب نعمل ايه؟ نعمل ايه البكتيريا بوليس كراي؟ نعيط ايه يا جماعه هنعمل ايه عشان نوصل فيه سن؟ ايه؟ برافو عليك. هنعمل حاجه اسمها كونجوجيتد. يعني ايه كونجوجيتد؟ هنجيب بروتين هنا يا جماعه اي بروتين ونرزع عليه الفاكسين اللي هو بوليس كارين. يبقى يا جماعه بنجيب اي بروتين مجرد كارير. مجرد كارير ونرزع عليه الفاكسين بتاعه. يعني الفاكسين بتاعه اللي هو عباره عن بوليس كارين بس زود على البروتين. ودي حركه اسمها ايه؟ كونجوجيشن. يبقى كده غصب عنه غصب عنه مين هياكله؟ الماكروفاج لانه مزروع على البروتين. يعني لو كمان تيجي تاكل البروتين ده هتلاقي في فاكسين بوليس كارب مزروع عليه تاكلهم هما الاثنين فكده نشطنا في هيلبا ونشطنا في سيل. ده اسمه كونجوجيت الفاكسين وهنشرحه بعد كده بالتفصيل بعد كده. انتوا تعرفوا ايه المكتوب عندها في المذكره؟ مكتوب يا جماعه ان ده نوع الفاكسين بيتم البكتيريا عندها بوليس كارب كبسول اللي ما ينفعش تكون جوه مين؟ الماكروفاج. طبعا مطلعين البيت ما لقاش حل ليه؟ شالوه الجزء الثاني يعني وقال لك المشكله من غير الحل. بس احنا قلنا الحل يا جماعه ان اجيب هذه البكتيريا عندها كبسوله بوليس كارايد برزها على بروتين وسميناها كونجوجيت فاكسين عشان اخليها غصب عنها تتاكل بمين؟ الماكروفاج. احنا فاكر 50 في الشارع دي جنب بعض ومتجمع وجيت في امتحانات ماشي بس انا راسي فيه سنه يا جماعه لو بتسال دكتوره حلو بتقول لك ايه لازمتها ايه لازمتها ان انا انشر البي سيل؟ لو يا جماعه ان انت لو عديت على تي هيلبر لو ان البي سي دي يا جماعه هتطلع بيه ميموري وايه؟ وبلازما. عند خط البلازما مش عارف تطلع عنده ميموري. عند خط البلازما مش عارف تطلع ايه؟ بس خلينا حاجه اسمها بي ميموري. انا بروح كده تفصيل جدا يعني. في سؤال في اخر صفحه 50 سؤال جه في امتحان 30 هل كل الفاكسينات ينفع الناس اللي عندها اميون ديفيشن تاخدها؟ كلها ما عدا واحد بس. اللي ينفع يعني لو جالك السؤال ايه الفاكسين اللي ياخدها الناس اللي اميون كومبرومايز يعني عندهم نقص مناعه؟ تقول له كل انواع الفاكسين ما عدا اللي قد الفاكسين وتشرحهم. طبعا يعني اشرح الفاكسين اشرح الفاكسين من غير اللي اكتيفيتي فاكسين. صح يا جماعه؟ ليه الضغط؟ يا ولد السؤال دي صفحة بايخة أوي. هي بايخة جدا معلش ركزوا معايا بقى. هي تيجي الأمهات ما تجيبش رجالة خالص. هي جت سؤال من 30 وأنا كل شوية بديها للناس عشان لما تيجي سؤال يعرفوها كده في الموبايل ستة في الجزء ده بس مش كده. أنا أقول لك يا مهندس أعصاب ما عندهاش فكرة خالص عن الجرعات دي النص مللي 1/10 مللي بس هبات
بص مين اللي قال؟ بص بقى يا جماعه. الوقت يا جماعه التاكسين دي اسمها كومبرس اوبلوجيتري تاكسين. دي اوبلوجيتري تاكسين تنتج بيها للشعب المصري على استقرار اوروبا وامريكا. مش دي كل الباكسينات، في باكسينات ثانيه يا جماعه لازم الاطفال ياخدوها في عياده الاطفال. كان في دكاتره مره في العيادات في الباكسين دي كمان مرتين بيتاخدوا ومفيش حاجه يقول لي انا واخد قطعين ولد صغيرين او ولادي في الصحه. دي بس الباكسين اللي موجود في الصحه. في قبل كده مرتين كمان لازم تاخده. انا قلت الكلام ده دكتور يعني في اذر فاكسين بتتاخد ما بتتاخدش في الصحه مش ببلاش بفلوس تتاخد في اي عياده خاصه. مش يعني مش انتوا لا. اول حاجه بقى طبعا اسم بس جي بلاش كده لازم حافظ حفظ اللي هو كل ما حطيت نفس السنه دي يبقى يجوع اكيد سؤال لان انا كان بيجوع في نص الكتاب فقال له معلش معلش يا جماعه اول ما ابنك اتولد جري على الدكتور تديله فرين بي سي جي لان اسوء حاجه في مصر الهواء اللي احنا عايشين فيه للاسف كله ضرر الهواء اللي احنا عايشين فيه في مصر كله ضرر فجري ده مصر كله بيشيش يعني الضرر مالي الهواء طب الرقم ده اهم حاجه اللي هو البي سي جي قيمته قد ايه؟ انا ماليش دعوه جونيور في اول محفظه لو انت عندك محفظه برضه المهم طب تقريبا الضرر ده بيتاخد فين بقى؟ في الليفت ارم انترا ديرمال ولازم انترا ديرمال عشان يشوف علامه وعندنا علامه كلنا في الدراع الشمال يبقى البي سي جي ده قطعين تبركلوسس بيتاخد يا جماعه في الدراع الشمال مش معنى الشمال ملهاش اهميه بس هم عملوها كده خلاص كل دراع حطوا له حاجه اللي بيتاخد بقى عند الشهر الثاني والرابع والثالث زي بعض يعني الثاني والرابع والثالث زي بعض دكتور عم يعني اخد من الثاني ولا الرابع ولا الثالث يعني بقى الرابع تكرار الثاني والثالث زيهم في يا جماعه ثلاث تقويمات لازم تاخدها عند الشهر الثاني والرابع والثالث اول حاجه التبين التبين مش غريب عليا يا جماعه التبين ده تقويم البوليو نقطتين دروبس تو دروبس في الماوس نقطتين شال الاطفال طبعا انا لو اديت ثلاث نقط اي حاجه اي نقطه وخلاص هو الفيروس عايش في نفسه في الجسم ما تقلقش منه ولو اديتش مش مشكله بس افتح كفايه ده السبيل بيتاخد على الشهر الثاني والرابع والسادس في فاكسين اسمه تقييم الثلاثي اللي هو الدي دي بي تي قالت لي خلاص حضرتك دكتور عم بيتاخد فين؟ بيتاخد في الرايت سايد اسف الليفت سايد بيتاخد يا جماعه في الليفت سايد التقييم الثلاثي في الليفت سايد عند بعض الناس منكم هو سايب علامه وعند بعض الناس ما يسيبش علامه. مش هنا في البيت تشوف. عند بعض الناس. عند بعض الناس يسيب علامه وعند بعض الناس ما يسيبش. في طبعا تاني يا جماعه تقرير الرايت بي بقى. تقرير الرايت بي معاكم الرايت شارت. وما يسيبش علامه خالص. بالمناسبة أنا تقييم الرايت سبي بدأ في مصر بقاله سنتين بس أنتوا مش هقول لحضرتكم خمسة إن هو بدأ في مصر يقتصر وهي بقاله سنتين بياخدوه ببلاش نيجي على الشهر يا جماعة التاسع مش هاخد السبين ورا السبين قدامك حاجة اسمها الميزل الميزل يا جماعة بتاخد فين بقى؟ بتاخد يا جماعة في الرايت شولتر حلو الميزل كان مجرد ميزل واحدة هنا اللي هو الحصبة وبالمناسبة حطوها هنا انت خدت وجرع تحط هنا في رايت شولدر حطها هنا في راس بتاع يمين خدتوها يا مان وانت فاكرين ايوه ده ده وبعد كده معاها في شهر 18 هاتوا جرعه بوستر بوستر انتوا جرعه منشطه بوستر يعني جرعه منشطه بتاخدوا جرعه منشطه يا جماعه من السيرفين والدي بي تي وتبقى اخر مره خلاص تاخدوا السيرفين والدي بي تي بنفس الجرعه بتاعت الرياح وبتاخدوا يا جماعه اول جرعه من حاجه اسمها ام ام ار يعني ايه بقى ام ام ار؟ ميزل مامس روبيلا
ميزز مامس روبيلا ودي بتاخد يا جماعه في الرايت سايد. جرعه مبسوطه يا جماعه كل ده بياخد جرعه سواء جرعه مبسوطه يعني جرعه ان شاء الله رقم بسيط برضه جرعه مبسوطه ماشي مبسوطه خالص يا جرعه مبسوطه يعني زي يا جماعه النهارده لو عندنا 10 سنين وجينا خدنا جرعه سول بيسموها جرعه مبسوطه للمناعه تاني. يا جماعه الفاكسين ده الكونتر انديكيت ده بعرفها النوت كونتر انديكيت ده ايه كلام؟ الفاكسين كونتر انديكيت مكتوب الام ام ار والباريسيلا شايفين الباريسيلا؟ افرع الباريسيلا بتبقى مقطعين وجدايل مقطعين وجدايل مش جدايل اللي جات ونص صغيرين مش الجدري الجدير اللي جات كانت نص صغيره على الكتف دي ما كانتش جدري كانت جدير جدير في فرق بينها؟ اه في فرق ما جابوش الجدري يا جماعه خالص الجدري يا جماعه ما يجيش يساوي عيش ده غلط بس مش هتحط حاجه اللي جات ونص صغيره اسمه جدري وطعم لا قالوا له صغير جه له جدري شعب يا جماعه بيقولوا غلط بس اللي جات اسمه جدري الدكتوره بتقول كده ايه؟ في دكاتره اطفال كتير بيقولوا ايه جدري؟ اه والله يعني ممكن يقول جدري ماء او بليه بس جدري خالص. يا جماعه طب مثال كل بليه الصغيرات ديت الست الحامل تمنع ان تاخدها شوف الجمعيه لانها ليب اتنين ليب اه اللي هي كونتر الجديد بتاعها ليب اتنين بس فكروا معاك يا جماعه لو واحده ست حامل وافتقد ان ما خدش التطعيم من حقها تاخد كل حاجه يعني جت عند الحد ولا فرصه مناسبه اخد تطعيم. طب ليه يا جماعه تطعيمات الليب اتنيتد تمنع ان تاخدها؟ اه اللي بقى عايش هيوصل البلازينتا ما فيهاش داخله هيعملها تشوهات مش كويس؟ هيوصل الطفل يا جماعه وتشوهات اللي بقى عايش يا جماعه البلازينتا دي كلها عايشه بس الطفل ده ضعيفه ضعيفه عليها هي عشان مش عندها مناعه ما تخش ما عندوش مناعه يروح تاني. Thank you.